خير. شوف اليوم أبغى أسوي عندي هنا روبيان، أبغى أسوي روبيان مع الثوم والزبدة بالطريقة صينية، يعني مش بالطريقة الأمريكية. شوفوا دائما الصوصات الآسيوية معروفة هي هذه، يعني اللي هي يستخدموها أكتر شيء. عندي هنا زيت سمسم محمص، طبعا هصور لكم كل علبة. صوي صوص، أنا أحب هذا الصوي صوص لأنه خفيف. هويسن صوص، هذا اللي يستخدم مع البط، صوص الكريسبي دك. وهنا عندي مارن والأويستر صوص، طبعا في فيش صوص، في صوصات تانية، لكن هذه أكتر الصوصات اللي تستخدم في الكوزين الصيني أو الآسيوي بصفة عامة. وموجودة طيب. بالنسبة للثوم استخدموا الكمية اللي تناسبكم، فأنا حسيت هذه الكمية مناسبة. انتوا شوفوا كيف تبوا الثوم حقكم، فاللي حسويه حقطعها صغير صغير، مو ححرسها، حقطعها صغير صغير. كمان احتاج اقطع بصل اخضر. خلاص كده قطعت الثوم وهذا البصل الأخضر. الآن الوصفة هذه تقدروا تستخدموا معها يا رز، تاكلوها مع رز أو تاكلوها مع النودلز. أنا حسويها مع نودلز، بس حسلق النودلز، حسخنها شوية وحوريكم، يعني ما حتعب في النودلز كتير. الحين ححط الصوصات مع بعض. عندي هنا الأويستر صوص، ححط ملعقتين كبيرة. حقول لكم يعني حكتب لكم الكمية. صويا صوص ملعقة صغيرة، صويا صوص ملعقة صغيرة، والمرن برضو ملعقة صغيرة، ونفس الشيء الزيت السمسم أحط ملعقة صغيرة، وآخر شيء ححط الهويسن صوص برضو ملعقة صغيرة. وآخر شيء الآن حنخلط كل شيء مع بعض. طبعا حيكون مالح عشان كده هنا عندي سكر، السكر حيسوي بالانس. هنا عندي الثوم، بصل أخضر، الصوصات، زبدة، سكر عشان نوزن، وعندي هنا الجمبري. أول خطوة حسويها حسلق الجمبري ثواني، يعني 20-30 ثانية، لأنه حرجع أطبخها تاني في الووك. خلاص عندي هنا موية مثلجة، نقولها على الموية المثلجة عشان توقف الطبخ. الحين بعد ما سلقت النودلز أبغى بس أحميها وأحط لها شوية زيت سمسم مع شوية صويا صوص. فعندي هنا ووك، الآن ححط شوية زيت نباتي وأحط النودلز الكمية اللي أنا أحتاجها. زيت سمسم شوية وصويا صوص، حاجة بسيطة. الآن هستخدم الووك، فأحط على نار واطية، أحط زيت نباتي وأحط الثوم. إحنا أنا ما بحرقه، انتبهوا لا تلدعوا الثوم. أضيف الزبدة، رفعت النار شوية، طبعا ما حتنجرح الطاوة فلا تخافوا. الآن حضيف الصوص اللي سويته. عليت النار، دوب جربته رائع.
الآن حزود السكر عشان يكسر الملوحة. الآن نحط الجمبري. نفسي تشموا الريحة، الريحة خرافية. شوفوا المنظر. آخر خطوة نحط البصل الأخضر. زي ما قلت لكم تبغوا تسووها تحتها رز ابيض مسلوق تقدروا. اوف شوفوا الزبده طاحت على النودلز. متخيل انا الطعم بس قبل ما اجرب. بسم الله. اظن الجمبري شويه كبير لكن عادي. اول شيء بجرب النودلز. بسم الله. مره طلعت طيبه، مره موزونه، ما هي مالحه. شوفوا هنا عندي بجرب الجمبري. شوفوا ما شاء الله. بسم الله. صراحة صحن يفوز، أكلة رائعة. بس تخيلتها مع الرز أطيب، تصدقوا؟ سووها مع الرز، سووها مع النودلز. رز كده يكون مسلوق تايلندي، يعني